هذه الدورة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نناقش أيضا موضوع السمعة في الاتصال الحكومي ومسألة السمعة الموظفين في المجال الواحد في المؤسسة الواحدة في الدولة الواحدة. يجب أن تكون لديهم ثقافة الاتصال الحكومي لأن هذا ما يؤثر على سمعة المؤسسة أو الدولة. فنتمنى إن شاء الله الاستفادة من وجود هذا المنتدى والاستفادة من هذه المواضيع التي تطرح في هذا المنتدى. Reputation is very important for economic growth and for public policies, because the higher your reputation, the more trust that you can create among the people.